بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنعمل فيجواليزيشن على بيم موديل لستوكاج، محطة ستوكاج للبترول وينكسو في الجرف في المغرب. المفروض ان المحطة دي معمول لها بيم موديل للمباني الداخلية والتنكات وكل الأجزاء الداخلية فيها. هنعرف ازاي نقدر نعمل فيجواليزيشن للموقع، نتمشى جواه وازاي نسترجع الداتا اللي احنا عايزينها من المباني واللي حطاها البيم مانجر. طبعا كميه الداتا اللي محطوطه هي قليله، احنا حاطين مجرد داتا للتجربه بس، او ان احنا بنظهر ايه الداتا اللي ممكن نحطها ونتفرج عليها. انما الموديل بياخد يعني كم لا نهائي من الداتا نقدر نحطها عليه. هنا هنعمل فيجواليزيشن، هنقعد في مكان معين هنا. طبعا ده المبنى الاداري، هو واضح مجرد ما ندخل، وده مدخل الضيوف او مدخل الاداره. لو وقفنا في مكان معين هنا هنبدأ نشوف الداتا بتاعة المبنى ده. بنشغل يعني مثلا بنقف بشكل كده جنب المبنى وبنشغل الداتا بتاعته عشان نبدأ نسترجعها. المفروض إن إحنا بنضغط على تشغيل اللينك. طبعا ده فورماسيون بسيط يعني إزاي نتعامل مع الموديل. مجرد ما بنشغل الكاب بيظهر لنا اللينك بتاع المبنى. بنضغط عليه بيفتح لنا لينك فيه الداتا اللي حطها الديزاينر واللي طالبها الاونر انها تتحط في المكان ده. طبعا زي ما قلت لكم الداتا ليس لها نهايه، دي داتا تصميميه. لو احنا فتحنا مثلا الداتا اللي موجوده دي هتلاقي الكونسبشن بتاع المبنى اول حاجه، ثاني حاجه الار بي سي اللي هو الانتاج الارضي، بعد كده البريمير انتاج، وبعد كده الفساد الرئيسية والفساد الخلفية والموديل بيم ظاهر بعد كده. لو ضغطنا على أول لينك بيبدأ يفتح لنا الحاجة المرتبطة بيه. طبعا كل الحاجات دي بتبقى على الكلاود، نقدر من هنا نعمل يعني هو هنا فتح لنا بي دي اف فايل، تقدر تعمل له داونلود وتقدر تطبعه وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه من اي مكان بتفتح من الفايل. هنا هيفتح لنا البلان بتاع المبنى. طبعا دي كلها شيتات لوح مطبوع، يعني هي جاهزه للطباعه، تقدر تطبعها من هنا على طول. طبعا ده كونتينر للداتا، بتقدر تحط عليه اي كميه داتا انت عايزها، وتقدر تسترجعها في اي وقت مجرد ما تدخل على الموديل. يعني طريقه الارشيف اللي هي بتاعت زمان احنا ممكن نستغنى عنها ونحط الداتا كلها على موديل زي ده، وتقدر تسترجعها من اي مكان في الموديل، من الكلاود، من اي مكان بتشغل منه الفايل او بتشغل منه اللابتوب. هنا برضو في يعني نكمل نفتح بقيه الشيتات. ده مثلا برنسبال مثلا، تمام اهي، محطوط عليها بعض الدايمنشن يعني زي ما نحب. وبعد كده نشوف الموديل. الموديل طبعا هو معمول على الريفت، واحنا دلوقتي بنعمله فيجواليزيشن من الكلاود اهو. طبعا الداتا اللي موجوده جوه البين موديل كلها تقدر تسترجعها وتتفرج عليها. هو البين موديل بيفتح على 3D، وبعد كده تقدر تشوف منه البلانز. تقدر كمان تعمل له داونلود من هنا او تبعته لحد تاني، وتقدر تطبع اللي انت عايزه من هنا برضه، وتقدر تعمل له داونلود وتبعته تفتحه من الريفت عادي وتعدل عليه. انما هنا طبعا انت بتعمل فيو بس، انما لو عايز تعدل عليه تعمله داونلود على الجهاز وتشغله من الريفت. من هنا بتقدر تعمل فيجواليزيشن على اجزاء المبنى اللي هي موجوده في الفيوهات اللي متحمله على فايل الريفت. فهتلاقي هنا مثلا احنا بنحمل اول بلان بتاع البريمير ايتاج اهو، تمام. وهتلاقي مثلا ان احنا نقدر نحمل بلانات تانيه. طبعا البلانز اللي بتظهر هنا نقدر ان احنا نعبر وناخد مقاسات ونعمل كل العمليات اللي بتتم في الريفت او في الكاد فايل، نقدر نشوفها هنا ونقدر نتفاعل معاها على اي كاد فايل، تمام. في عمليات كتير نقدر نعملها، ممكن نكتب ملاحظات على الرسم، ممكن نعمل كلاود ونبعتها على الايميل. كل اللي احنا عايزينه نقدر نعمله من هنا، تمام. هنا برضو فتحنا الفساد بحيث نقدر نشوف شكلها، تمام. طبعا من ضمن الحاجات ان احنا لو رجعنا تاني على الفروع دي هنقدر اوريكم ازاي نعمل كوب ونشوف مكونات المبنى، ناخد كوب راسي وكوب افقي. في
بحيث انا اشوف كونات المبنى وشكل المبنى هيبان دلوقتي. انا مثلا لو احنا قربنا كده شويه وبعدين جينا عملنا كوب اهو، في كوب راس من الشمال كده، ناخد واحد راس من الاول اهو، جرب نقص الاسلاك كده نطلعه كده ونعدل الرسم بالشكل ده. طبعا الديتيلز اللي محطوطه هنا ومطلوب ان انا اعمل شكل المبنى من بره بس، ما عملناش الجزء اللي جوه، بس طبعا اللي جوه نقدر نعمل حتى الديكوراسيون، نقدر نعمله ونقدر نحط الاسيتس والفرش وكل حاجه. طبعا فده كده الشغل اللي معمول. هناخد دلوقتي كمان كوب في الاتجاه الرأسي، هو هنرجع تاني ناخد كوب في الاتجاه الرأسي كده أهو بالشكل ده. شوف كونات المعمل كذا سيكشن، تقدر برضه تقيس أي حاجة أنت عايزها، الميجر موجود أهو. يعني كل العمليات اللي بتتعمل على أي بين موديل ده كده. بالنسبة للبيم موديل بتاع المبنى الإداري وإزاي تقدر تتعامل معاه، تمام؟ بعد ما خلصنا المبنى الإداري هنقفل بس اللينكات ونبدأ ندخل من الباب الرئيسي أو من باب العمال للمحطة أهو، وهنبدأ نتجه على أهم جزء اللي هو جزء الاستوكاج أو المكان اللي بيتعمل فيه تشارج للتركات عشان توصل الوقود لمحطات البترول اللي هي العادية الصغيرة. فدي التركات زي ما انتم شايفين واقفة اهي، وهنا ده المكان اللي المفروض ان انا باخد او بضخ فيه المواد البترولية داخل التركات اهو. واضح اهو الوحدات اللي بتعمل ضخ التركات. عندنا ثلاث أنواع من الأسطول بتاعت القطاعات كده، الإسانس بينزل منهم وفي الجيت كده. طبعا هنبدأ نراجع الداتا بقى بتاعت المبنى نفسه، إيه الداتا اللي إحنا حاطينها ونقدر ناخدها ونقراها من المبنى ده. فلو رجعنا لورا كده شوية وابتدينا نبص على المبنى هنشوف اللينكات المرتبطة بيه، في لينك أهو فوق هنضغط عليه. طيب لو ضغطنا على اللينك ده كده هيفتح لنا حاجة في الكلاود، هنشوف دلوقتي هيفتح لنا القائمة اللي هتظهر قدامنا فيها تصميمات المبنى، فيها دروينج دي دبليو جي وفيها بي دي اف. طبعا البي دي اف لو انت هتطبع على طول، الدي دبليو جي لو انت عايز تاخد مقاسات او تبعت فايل دي دبليو جي لحد اوتوكاد يعني. لو ضغطت طبعا على اللينكات الريفت هتلاقي ان الفايلات الريفت بتفتح، تقدر تعمل لها داونلود وتقدر تعمل لها امبريمي طباعه وكل حاجه. وطبعا فايلات الكاد برضه تقدر تعمل لها داونلود وتقيس منها وتفتحها من على الكلاود زي ما انت عايز. هو دي الداتا اللي موجوده هنا. فتحنا اول لينك بيبان الستيل ستراكشر للميتاليك اهو ستراكشر، وهنا ده اللي هو البيتون او الكونكريت لنفس وهنا الوضع بتاع السيارات واقفه ازاي والتكتيكات، تمام. طيب لو خلصنا هنا كده نبدا طبعا هنقفل اللينك ونبدا نكمل الجوله بتاعتنا في المحطه. عايزين نروح ناحية البامب روم بتاعة الفاير ونبدأ نشوف الداتا اللي نقدر نحطها على الماكينات وعلى البامبس عشان بتفيد في عملية المينتنس والتشغيل. وطبعا اللي بينطبق على ده بينطبق على أي ديفايس أو أي ماشين أو ميكانيك موجودة جوه المشروع، نقدر نحط الداتا عليها زي ما احنا عايزين. هنيجي كده هندخل جوه أول اهو ونبدأ نشوف ايه الداتا اللي محطوطه وايه الداتا اللي احنا نقدر نسترجعها ونراقبها على الحاجات دي. طبعا كل حاجه هنا، كل لينك هنا مرتبط بالحاجه اللي شبهه على الموقع بالظبط، يعني دي كلها حاجات ازليه يعني. هنا مثلا خلينا نشوف ايه الداتا اللي ممكن نحطها، خلينا نفتح اللينكات ونبدأ نشوف الداتا اللي محطوطه ونبدأ نشوف هنستفيد منها. لو تلاحظوا هنا كل بامب ليه الرقم بتاعه، يعني هنا هتلاقي بامب رقم واحد، بامب رقم اثنين، بامب رقم ثلاثة، لأن كل ماكينة منهم مرتبط بيها سنسورز معينة للماكينة للبامب بتاعها، تمام. فكل واحدة ليها لينك وليها اللينكات اللي بتقرأ الداتا بتاعها. لو ضغطنا على واحدة منهم، لو ابتدينا نشوف واحدة منهم نشوف ايه الداتا اللي ممكن نسترجعها على البامب،
هنلاقي هنا مجموعة متنوعة من الداتا. هو طبعا احنا بنحط مثال على كل حاجة، هنا جايب لي صورة البامب، هنا الداتا شيت بتاعته اللي حاططها الديزاينر، دي الداتا شيت تمام. تحت هتلاقي الكتالوج بتاع البامب، اهو هيفتح لنا الكتالوج، نبدأ نشوف السبير بارتس، نبدأ نشوف المكونات، ونشوف بيشتغل ازاي الشركة المصممة او الشركة المصممة، عملنا الداتا اللي هنقدر نشتغل عليها. بعد كده هتلاقينا هنا في اللينك ده حاطين المينتنانس سكادوال بتاعة المشروع او بتاعة اليونت دي، بيتكتب في الشيت اللي هنفتحه ده كل انواع الصيانة اللي تمت عليها واوقاتها ومواعيدها، والكلام ده طبعا بيتعمل له ابديت على طول، بحيث ان انا اقدر افتح واشوف البامب ده ايه المينتنانس اللي تمت عليه، وايه خطط الصيانه بتاعته، وايه الشركات اللي بتصينه، والكلام ده كله. هنا طبعا في الجنب اللي هم اللينكين اللي باللون الازرق ده، واحد منهم بيقيس الفايبريشن، مرتبط بسنسور على الطبيعه بيقيس الفايبريشن بتاع المشروع، وفي واحد بيقيس الحراره، بحيث ان لما بفتح واحد منهم اهو بيجيب لي الشارت بتاع الهيت. طبعا الشارت ده يطلع بالشكل ده، مثلا مسجور او ابديتد، وهنا واضح ان هو منتظم. طبعا لو مش منتظم الهيت بتعرف ان في مشكله في الموتور او في البامب، وبتبدا تروح تعمل له صيانه قبل ما تتعطل. هنا برضه قياس الفايبريشن، وطبعا الداتا دي يعني الداتا دي انا واخدها طبعا من الناس اللي بتشتغل ميكانيك على الحاجات دي، هم بيطلبوا مننا ان احنا نحط الداتا دي. يعني احنا المفروض ان احنا بنقعد مع الناس المختصين عشان يعرفونا ايه الداتا اللي هو عايز يقراها، ونربطها بالسنسور اللي هم حاطينها او السيستمز اللي هم حاطينها على الطبيعه، سواء بقى كانت سيستمز خاصه بالسمارت او او خاصه بالقياس او خاصه بالمراقبه، حاجات كتير. طيب كده خرجنا من عند البامب، ونبدا بقى نتجول كده في المشروع. ده الاتيليه، المخزن اتيليه، وهنا هنوصل تاني لوحدة تانية، اه في بامب تاني هنا اهو. يعني اي بامب هتلاقينا حاطين عليه الداتا شيت بتاعته، على اساس ان هو يقدر يقرا في اي وقت ايه اللي تم عليه، ايه الصيانة اللي تمت عليه. بص احنا هنا مثلا هنفتح اللينكات دلوقتي ونشوف هل ده عليه داتا هو كمان ولا لا. خلينا نفتح اللينك ونبدأ نشوف الداتا اللي محطوطة هنا اهو. فتحنا اللينكات فعلا في داتا محطوطة عليها اهي، برضه هنفتح هنلاقي نفس الداتا اللي انا حاطينها، برضه السنسورز محطوطة عليه والكتالوج بتاعه والمينتنس والحاجات دي كلها، على اساس ان انا اعرف ايه الداتا اللي بستقبلها منه وهو وضعه ايه في اي وقت. وطبعا الحاجات دي برضه ممكن نبرمج انها تتبعت على الايميلات في اوقات معينة، فطبعا على حسب ما احنا بنعمل البروجرام بنبدأ نشغله بالطريقة دي. طبعا لو احنا شغلنا اللينك هيظهر لنا نفس الداتا اللي هي بتتحط على البامبس، بس طبعا هي مرتبطة بلينكات تانية خاصة بالسنسور بتاعة البامب تمام. يعني الموضوع بيبقى متكرر في الحاجات المتشابهة. هنكمل جولة في الموقع، خلينا ننزل عند تانك من التانكات، يعني هنمشي كده للتانك ده وتحت، وهنا بس لازم نشغل الجرافيتي عشان ينزل يمشي على الأرض، لأن هو في فرق الليفل في النجوم عشان يبان بس السور ده عادي، فهنشغل الجرافيتي عشان ينزل يمشي على الأرض. ايوه هنشغل التراكتور تمام، اول ما نتحرك هيبدا ينزل ان شاء الله تاني عشان يبان الاختلافات الحقيقيه عندنا. طبعا القواعد اللي حوالينا دي يا جماعه بتاعت البايبس، احنا ما رسمناش البايب في المشروع ده، ما رسمناش البايبنج، لمجرد ان احنا عملنا المباني الرئيسيه بس، والحاجات اللي انتم شايفينها في حاجات كتير قوي ما اترسمتش، على حسب طبعا الرغبه بتاعت العميل. والركات اللي فوق دي كلها بتمشي عليها بايبس ده طبعا. هنا
التانك هم الجنب، وده السكاليتا. في سكالي تاني على الناحية التانية، في نوعين من السكالي، دي القعدة البيتون، ودي المجرى اللي بتجمع فيها مياه الأمطار. بس حبيت أوريكم تانك من التانكات والديتيلز بتاعتها. وطبعا الأرضية هنا بتبقى الحصى. هنرجع تاني نطلع طبعا عشان نرجع نشوف الفرق اللي بين الأرضية. هنضطر نطلع على ستيلا، نضطر نطلع على السكالي ده. تمام، بس هنا بقى هيبدأ يطلع على السكالي، وبعدين يجي هنا هيصب في الهاند ريل، هنشيل الجرافت عشان يقدر يعدي منه. طبعا الحاجات دي ليها فورماسيون يا جماعة، ساعة أو ساعتين كده بتتعلموها ازاي تمشي وازاي تسترجع الداتا كده. هنا هنكمل نتمشى تاني، هنوصل تاني للاستوكاج وهنعمل تجربة رؤية كاميرا. هنا احنا حاطين لينك، اللينك اللي ظهر قدامنا ده لينك كاميرا متركبة في المكان. مجرد ان احنا ضغطنا عليه بتبقى متصلة بالكاميرا الرئيسية اللي موجودة في الموقع، وبتقدر توري لك ايه الحاجات اللي هي شايفها، وتقدر تتحكم فيها انها بالظبط كانك بتشغلها من الموبايل او بتشغلها من الكمبيوتر او من البروجرام. هنا احنا حاطين صوره بس بتبين يعني ممكن الكاميرا تشوف ايه وكده، ممكن تتجول ازاي بالكاميرا وتشوف ايه. طبعا اي كاميرا موجوده وهيبقى ليها لينك زي ده وتقدر تتصل بيها. والكلام ده يا جماعه بينطبق برضو على كل حاجات الفاسيلتي مانجمنت اللي فيها الاكسس كنترول والتحكم في الدخول والخروج ومعلومات العمال، كل حاجه كل حاجه بتتحط. احنا عندنا فاسيلتي مانجمنت كامله بال5 اجزاء. تمام، هنكمل دلوقتي برضو جوله في الموقع. هنمشي ناحيه العربيه اللي هي التركات، هنمشي من جنبها ونبدا ندخل نلف من ورا كده نشوف الجزء اللي ورا، ونكمل تاني نرجع على اساس احنا بس نبين ازاي ان احنا بنقدر نتجول في المشروع باريحيه، ونبدا نراجع كل حاجه بتقابلنا، وبنبدا ناخد الداتا اللي احنا مش تمام. هيبدا يتحرك اهو، وبعدين هنبدا نتجول شوية في المشروع ونشوف مكوناته. هنا طبعا باين الديتيلز بتاعت البامبز والحاجات اللي بتضخ الوقود جوه التركات. هنا الجزء ده جزء الباركينج الكبير، وهنمشي من الوقود اللي في الكلام ده. طبعا كل دي تنكات لأنواع مختلفة من الوقود، وكلها متصلة بالتشارج اللي احنا كنا لسه واقفين عندها، وبنبض الضخ عشان تعمل تشارج للإيه للسيارات اللي موجودة. الشغل واضح أهو قدامكم. طبعا احنا قلنا قبل كده القواعد اللي باينة على الجنب دي معمولة عشان البايب تتركب عليها. تمام، هنرجع تاني، هي بس مجرد فيجواليزيشن للمشروع. اتفرج، اتمشى في حتت كتير، اخدنا الاحتياط عشان نمشي ما تخبطش في الحاجات اللي مكتوبة. هنيجي هنا احنا رجعنا تاني كده، بقول الجزء الرئيسي عندنا هو محور المشروع الرئيسي بتاع الجزء ده. تمام، الجزء اللي جوه كله عبارة عن تنكات شبه بعض، بس كل تنك بيبقى ليه ايه نوع الوقود اللي بيعمله. طبعا احنا نقدر نحط الداتا بتاعت كل تنك، ونحط الاستوكاج المحطوط عليه، ونقدر نراقب كمان الاستوكاج اللي هي كمية الوقود اللي موجودة فيه على حسب الحاجات اللي بتقيس ده في الموقع، بنربطها بالموديل وناخد الداتا زي ما وريتكم كده في البامبز والكلام ده. دي كانت الجولة اللي احنا عملناها في محطة الاستوكاج الوقود بتاعت تشيك بوينت سوهر وين اويل. يا رب يكون المشروع كده عجبكم، ويا رب يكون وصلكم الفكره من الفيديو اللي احنا عاملينه. هو الفيديو اللي احنا عاملينه مجرد بيوضح فكره ازاي تحط داتا وازاي تسترجعها على الموديل، وازاي تتجول جواه، وازاي تربط الحاجات دي وتعمل منها فاسيلتي مانجمنت. لينا لقاءات تانيه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.